قال عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي ألدار خليل إن الاحتلال التركي سارع بفرض عملته في المناطق السورية المحتلة بذريعة انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار ليثبت بذلك احتلاله لتلك المناطق. وأوضح أنه لا نية لديهم بغير التداول بالعملة السورية لأنهم جزء من سوريا. في وجه استعماري قديم جديد، يسعى النظام التركي إلى ترسيخ سياساته الرامية لسلخ الشمال السوري عن الوطن الأم، حيث بدأت عملية استبدال الليرة السورية بالليرة التركية تظهر بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق احتلال الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي بشمال سوريا. مصادر إعلامية أكدت بدء مؤسسة البريد والبرق التركية الحكومية والتي أسست أنقرة فروعا عدة لها في ريف حلب الشمالي وإدلب بضخ الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في مدينة إعزاز شمال حلب. بالمقابل نقلت شبكة اقتصاد التي تعنى بالشأن السوري عن مصادرها قيام بعض الصرافين السوريين في إعزاز بضخ مئات الآلاف من القطع النقدية من فئة 1 ليرة تركية. كما تشير معلومات رسمية مؤكدة إلى دور الاحتلال التركي في تبديل العملة بحجة تدهور قيمة العملة السورية مع اقتراب تطبيق قانون قيصر الأمريكي على الحكومة السورية. وفي هذا الإطار قال عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي ألدار خليل إن الاحتلال التركي سارع بفرض عملته في المناطق السورية المحتلة بذريعة انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار ليثبت بذلك احتلاله لتلك المناطق. وأكد خليل رفض الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التعامل بالليرة التركية أو الدينار العراقي وحتى الدولار لأن الموضوع مرتبط بقرار سياسي ويتطلب مصرفا مركزيا، منوها أنه لا نية لديهم بتغيير التداول بالعملة السورية لأنهم جزء من سوريا. ومنذ احتلال النظام التركي مناطق عدة في شمال سوريا بدأ بسياسات ترسيخ الاحتلال من إدخال موظفيه ومؤسساته الخدمية إلى تلك المناطق وتعيين ولاة أتراك عليها إلى جانب سياسات التتريك من خلال جعل المناهج الدراسية باللغة التركية فضلا عن إحداث التغيير الديموغرافي عبر تغيير أسماء الأحياء والشوارع وأطلاق أسماء تركية عليها وجرف المعالم التاريخية وسرقتها. ينضم إلينا للنقاش حول هذا الموضوع من بروكسل حسين عمر كاتب وممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا. سيد عمر مرحبا بك. إذا أنقرة تقر رسميا الليرة التركية في مناطق احتلالها بشمال سوريا تنسيقا مع ما تسمى بحكومة الإنقاذ، كيف لنا كسوريين أن نفهم هذه الخطوة؟ مساء النور. يعني يعني بالحقيقة لست ممثل حزب سوريا المستقبل الآن، كنت الآن الرفيق طالب إبراهيم هو ممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا ومحلل سياسي. طيب. يعني أنضم بهذه الصفة إلى طيب شكرا يعني للتصحيح ساعتكم. نعم الحقيقة يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول الليرة التركية في المناطق المحتلة من قبل تركيا. الليرة التركية يتم تداولها منذ دخول تركيا أو منذ احتلال تركيا لهذه الأراضي. المرتزقة أو ما يسمى بالجيش الوطني بالأساس يقبضون رواتبهم بالليرة التركية، فكيف سيستخدمون الليرة السورية في معاملاتهم؟ لهذا ليس بجديد، لكن الفارق في هذه المرة هناك توجه لفرض هذه الليرة على كافة من يسكن في تلك المناطق سواء كان عسكري أو مدني. نعم هذه أصبحت فرصة لتركيا للاحتلال التركي كي يعمم هذا الموضوع على كافة فئات الشعب في المناطق المحتلة. كان المرتزقة يستخدمون الليرة التركية مع الدكاكين أو مع السوبر ماركتات أو مع الغير، لكن الآن يتم فرض استخدام الليرة التركية على كافة فئات الشعب. وتحاول الدولة التركية دولة الاحتلال التركية أن تكون الليرة التركية هي الليرة التي يتم استخدامها بشكل عام في تلك المناطق بدلا عن الليرة السورية أو حتى عن الدولار الأمريكي كما يعني هناك بعض الفئات كانت تستخدم الدولار. لهذا أعتقد أنه ليس بجديد وإنما
السياسة التركية التوسعية يعني التي ترغب بضم هذه المناطق خطوة خطوة إلى الدولة التركية، إلى يعني ليس فقط قضية احتلال أو فقط قضية وجود قوات تركية في تلك المنطقة، ولكن تقوم تركيا الآن بخطوات ضم هذه المناطق بشكل كامل إلى دولة تركيا من خلال كما قلتم في تقريركم تعيين يعني وكلاء لها على هذه المناطق، تعيين ولاة، تعيين موظفين يشرفون على هذه المناطق هم أتراك، وكذلك رفع الحدود حتى إن الحدود بين مثلا عفرين كانت هناك مناطق أخرى كان هناك جدار، الآن يتم رفع هذا الجدار شيئا فشيئا لتبقى هذه المناطق أو تضم تركيا هذه المناطق بشكل كامل إلى الدولة التركية، إلى دولة الاحتلال التركي، يعني من خلال كما قلنا. والآن جاء دور الليرة السورية، الليرة التركية التي إذا تم استخدامها بشكل فعلي في تلك المنطقة بدأ استخدامها قبل أيام، بدأ استخدامها أستاذ حسين. نعم، وإذا أصبحت فعلا العملة الرئيسية فإن ذلك دليل واضح على أن هذا جزء من الوطن السوري قد انتهى، أما يعني انتهى من سوريته الذين يسكنون في تلك المناطق. الجزء المتعامل مع العدو التركي مع الاحتلال التركي سيكون بمثابة قوات لحد، وهم كذلك الآن قوات لحد اللبنانية التي كانت تتعامل مع الكيان يعني مع إسرائيل عند احتلالها لجنوب لبنان. طيب، ما تسمى بحكومة الإنقاذ تحاول تبرير هذه الخطوة بالنظر لانهيار الليرة السورية أمام الدولار؟ يعني حكومة الإنقاذ هي حكومة تركية، يعني ماذا تسمي أحمد الطعمة وغيره وغيرهم عملاء الاحتلال التركي، هم الذين ينفذون أجندات الحكومة التركية في تلك المنطقة خطوة خطوة. كما تعلمون هؤلاء يمثلون الإخوان المسلمين وجماعات القاعدة المتحالفون مع العدو التركي مع الاحتلال التركي في تلك المناطق، وليس بمستغرب أن يبرروا، لا بل كان هناك دعوات منذ احتلال تلك المناطق حتى قبل الآن، يعني مناطق عزاز وجرابلس في البداية كان هناك دعوات من فئات تابعة لهذه الجماعات المتحالفة مع تركيا أو الجماعات العميلة مع تركيا. منذ 3 سنوات كانت هناك دعوات للتعامل بالليرة التركية، هناك بيانات دعوا إلى ذلك، أصدروا بيانات بهذا الخصوص ودعوا إلى استخدام الليرة التركية بدلا عن الليرة السورية. وهذه الخطوة الآن جاءت يعني قانون قيصر أو العقوبات الأمريكية المجحفة الغير عادلة بحق الشعب السوري، يقولون أنه ضد النظام لكن الشعب يعاني أكثر من النظام، النظام لا يفرق معه هذه العقوبات ولا تؤثر عليه، وإنما العقوبات تؤثر على الشعب السوري الذين يستخدمون الليرة السورية بشكل عام، الذين يستخدمون المواد السورية. على الرغم من ذلك، العفو للمقاطعة سيد عمر، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقول نحن جزء من سوريا، نرفض التعامل بغير الليرة السورية، ونددت بقرار بدء تداول الليرة التركية في مناطق سورية تخضع للاحتلال التركي. نعم، هذه يعني خطوة إيجابية من جانب الإدارة الذاتية، لكن النظام لا ينظر إلى الإدارة الذاتية بهذا الشكل. كما تعلمون قبل عدة أيام مواقع للنظام يقولون أنها غير رسمية لكنها بالحقيقة مواقع إعلامية رسمية للنظام، يعني نشرت دعايات كاذبة مزيفة بأن الإدارة الذاتية تشتري الدولار من مناطق النظام لتدخيله إلى مناطق الإدارة الذاتية لاستخدام الدولار في المعاملات الرسمية. ليس هذا ليس بمعيب، هناك كثير من الدول تستخدم الدولار في معاملاتها، لكن الإدارة الذاتية يبدو أنها تريد البقاء كما هي الآن لأنها جزء من الوطن السوري وترفض استخدام العملات الأخرى بدل العملة السورية المنهارة حقيقة. يعني الآن الذي كان راتبه 100,000 ليرة سورية لا يستطيع أن يعيش يومين بهذا الراتب في هذه الفترة، لا يستطيع أن يعيش
أسبوع يعني على أكثر تقدير، لهذا إيجاد حل لهذا الموضوع، إيجاد بدائل لهذا الموضوع ليس بمعيب، لكن أن تستخدم ليرة دولة محتلة فهذه مصيبة كبيرة، ولهذا الإدارة الذاتية ترفض هذا الأمر. طيب بالنسبة للحكومة في دمشق، لما لم تبدي مجرد رأي أو تصريح حيال بدء تداول عملة أجنبية في مناطق سورية برأيك؟ المشكلة النظام السوري المتوافق بشكل يعني كامل مع الاحتلال التركي ظاهر للعيان هذا الموضوع، فهو لا يرفض أي شيء يجري في تلك المناطق. هناك بعض التصريحات القليلة التي تصدر عن بعض أركانه، لكن بشكل عام هو راض عن الاحتلال التركي في تلك المناطق، لأنه هو الذي وبمعية روسيا التي أبقت هذا النظام على رجليه حتى الآن جعلت من تلك المناطق بؤر إرهابية وسلمتها لتركيا. هذا النظام شريك بذلك، هذا النظام شريك مع تركيا في اقتطاع هذا الجزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أخرى، دولة عدوة هي تركيا، هذه حقيقة. لذلك لن يقوم النظام بإدانة هذه الممارسات أو حتى بالتحدث عنه إلا إذا كان يفعل عتب، وهذا أيضا مسألة أخرى. أعتقد أن النظام لا يهمه هذا الأمر كثيرا في هذه الفترة، المهم أن يبقى على رجليه، المهم إذا مات كل الشعب فهو لا يهمه أن يكون إلا همه الوحيد هو أن يبقى على رأس السلطة فترة أطول. لذلك ليس من الغريب النظام من جهة أخرى يعني قارنوا مع ممارسات الاحتلال التركي وأعمال الاحتلال التركي في المناطق المحتلة وبين ممارسات الإدارة الذاتية في المناطق التي تديرها هذه الإدارة ورأي النظام في المناطق المحتلة ومناطق الإدارة الذاتية، هي تعادي الإدارة الذاتية أكثر من مناطق الاحتلال. لماذا؟ لأن هذا النظام نظام شوفيني عنصري لا يهمه شيء غير بقائه، وهو يعتقد أو يعلم تماما بأن بقاء الإدارة الذاتية وتطوير هذه الإدارة يعني قرب أجله، لكن بقاء الاحتلال التركي لن يؤثر عليه كثيرا، فقط هناك جزء من الأراضي السورية ستذهب إلى تركيا والباقي سيبقى هو متمسك فيه. لذلك هو يعادي الإدارة الذاتية أكثر من الاحتلال التركي، ولن يندد إلا لرفع العتب الممارسات التركية في تلك المناطق. حتى الآن حتى هذه اللحظة لم يقم النظام برفع أي دعاوى ضد الاحتلال التركي، برغم من وجود العشرات الآلاف من الإثباتات التي تدين الاحتلال التركي بممارساته في المناطق المحتلة، ممارساته الإجرامية. النظام التركي يتحمل مسؤولية ما تقوم به تلك المجاميع الإرهابية، هو المسؤول عنهم لأنه هو الذي يصرف عليهم، لكن النظام ساكت على هذه الممارسات وهذه الجرائم بشكل عام. لكن إذا حصل شيء قليل في مناطق الإدارة الذاتية لا نرى إلا نظام قد هدد ووعد وإلى آخره، وهذا دليل على موافقة النظام أو تماهي هذا. بالنظر إلى هذه المعطيات، العفو للمقاطعة، بقيت معي أقل من دقيقة سيد عمر، بالنظر إلى هذه المعطيات على سبيل المثال تداول عملة أجنبية من قبل بعض الأطراف التي تدعي سوريتها في الأراضي السورية اليوم، إلى أي مدى محاولة التصوير بأن الإدارة الذاتية هي من تريد الانفصال عن سوريا بات هذا الكلام لا يقنع أي أحد برأيك؟ يعني بالتأكيد من بداية العاقل والوطني السوري الوطني يدرك تماما بأن الإدارة الذاتية هو مشروع سوري، هو مشروع وطني سوري، مشروع وطني سوري شامل للتغيير. لكن المجاميع الإرهابية أو الائتلاف الإرهابي مع كافة مؤسساته أو مرتبطاته يوما بعد يوم تظهر هذه المجاميع بأنها وهذه المؤسسات بأنها مؤسسات تابعة لدولة محتلة تديرها هذه الدولة المحتلة، ليست فقط تابعة وإنما الإدارة الأساسية
بيد هذه الدولة المحتلة. وهذا الفرق الواضح بين الإدارة الذاتية التي تحاول إنقاذ سوريا بشكل كامل، كل سوريا، كل خريطة سوريا المعروفة بالموجودة داخل الموجودة حاليا كالمعترفة بها من قبل الأمم المتحدة، لكن بقية المجاميات تريد فقط إنقاذ مصالح تركيا في المناطق المحتلة، وتعمل من أجل ذلك، تعمل من أجل تركيا فقط. وهذا هو الفرق، والنظام يدرك ذلك لكنه يعني يسكت عن هذه الأمور، وضحت لأن الفكرة. مصالحه مرتبطة مع مصالح الاحتلال باعتقاد. نعم، في نهاية الوقت المخصص أنا أشكرك جزيل الشكر من بروكسل حسين عمر محلل سياسي. نذهب إلى فاصل ومن ثم نفتح ملفنا الأخير لحديث اليوم.